السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة خروج الدجال والمهدي ونزول عيسى وسورة الفيل وعلاقتها بأحداث سوريا وبورما والبطشة الصغرى. تقولوا شو هالعنوان؟ والله أحباب، أنا هيك بشوف اللي القرآن بشوفه مش بس كتاب أتلو الآيات وتاريخ عن الماضي وأحداث الجنة وعذاب النار وكذا، لا أحباب، أنا بشوف القرآن صالح لكل زمان ومكان، وبحكي كل حدث بيصير في العالم موجود في القرآن. عشان هيك بربط القرآن، يعني الأحداث في القرآن الكريم. فطلعت في نتيجة إنه خروج الدجال والمهدي ونزول عيسى له علاقة بأحداث سوريا وبورما وما يجري من على المسلمين من البلاد، يعني مثلا أقول أحداث مصر وأحداث اليمن والعراق وفتنة الشيعة والسنة، فهمت علي؟ بس عنوان، ما بقدرش أحط عنوان يعني أصف كل شيء، بس بحط الاختصار. وشو علاقتها بسورة الفيل؟ يعني نشوف التشابه باللي بحدث هسه مع اللي حدث بزمن أبرهة الأشرم والفيل وصوت الفيل. هسا بدي أريكم أحباب الله رؤيتي لهالموضوع هذا، وعسى أنه هالشريط هذا يعجبكم وينال إعجابكم، ونأخذه كعظة ونتراجع عن الخطأ اللي احنا عايشين فيه. لأنه في ناس بقول لك يا أخي هذول معصومين الأنبياء، ما حدا معصوم. قول سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. مش من عندي، ورايح أجيب لكم آيات بالقرآن. إذا بتفتح الموضوع، هل هم معصومين الأنبياء بالرسالة ومعصومين من الكبائر؟ بس بخطوا، مش حدا بخطأش، الكامل الكمال لله فقط لا غير. فخلي يجي هذا موضوع آخر، خلنا نخش في موضوعنا. بنقرأ سورة الفيل من آية 1 لنهايتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. أحباب الله، لما قرر أبرهة الأشرم يغزو الكعبة ويدمرها، وقرر العرب وخصوصا أهل مكة اللي هم قريش إنه لا حول لنا ولا قوة ولا طول، فرموا تركوا أمر الكعبة لرب الكعبة. إذا الله كاتب تنهد تنهد، وإذا الله كاتب يعصمها ويحميها بيحميها. قلت عليه أحباب الله، إحنا نفس الوضع هسه في عصمنا. تعالوا هاي مسلم بشوفوا بعيونهم، مسلم وكافر وغير كافر، كل الأرض واقفوا شايفين جريمة تقام على وجه الأرض بقشعر فيها جلود المؤمنين والناس اللي عندهم إنسانية ورحمة في قلوبهم، بس عازين عن فعل أي شيء. أنا بحكي كأفراد وكشعوب وكدول وكحكام. أنا ما أظن يعني في الشعوب هاي راضي باللي بصير، بس عزين زي ما عزوا العرب وأهل قريش خاصة بحل مشكلته. إحنا صار عندنا نفس الشغله، نطلع على اللي بصير. أطفال يقطعوا، تقطع أوصالهم وأطرافهم. وفي والله شفت على اليوتيوب انه طفل واحد من بورما مسك طفل سلخ وجهه وحط الهار وقاعد ياكل فيه، يعني طبيخ صار يطبخوا لحوم البشر. والاف من المسلمين بسلخوا جلوده، يعني انا ما شفت بزمان بقول لك الهنود الحمر كان يسلخوا جلده الشعر الراس، ولا شيء بالنسبه للي بشوفه هسه. تقطيع اوصال، تقطيع روس، برمي راس على جهه وجسم على جهه، بيطفوا الناس احياء، اغتصاب للنساء، ضرب
بالحجارة بتلاقي صخرة بضرب على راسها وعصي وشفتوا انتوا شو صار في سجن أبو غريب اللي في العراق، واللي بصير في غوانتانامو بي، واللي بصير في السجون هسه بضعوا أشياء في دبر الواحد، بيغتصبوه إزلام نسوان، بقطعوهم بيهددوهم، والناس مش قادر يسوي شيء. عزي نفس العجز اللي كان في قريش وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن 200 بعير راح قابل أبرهة وأبرهة استهان فيه حكى له أنت جاي تسألني عن 200 بعير ومش تسألنيش عن الكعبة وترجاني فيها البيت الحرام، حكى له أنا رب الإبل ولكن الكعبة رب يحميها وللبيت رب يحميها. وشوف يقينه يقينه أدى إلى تدمير جيش أبرهة، وهذا الفيل محمود من أعظم الأفيال بالحجم وبالضخامة، كان قائد الفيل يحمل سياخ الحديد ويحرقه على جهة القبلة بالكعبة، لو قطعوه شو قبقوه، خشية الله. شوف الفيل خشي رب العالمين، أما البشر ما بتخشى رب العالمين مثل أبرهة الأشرم ومثل بشار الأسد، واللي بصير من روسيا وبصير من إيران الصفوية عباد النيران عاملين حلم آيات الله وهم آيات الشيطان والعياذ بالله. نفس الشيء بصير في سوريا أحباب بالله، الشعب السوري المظلوم، الشعب البورمي المظلوم، الشعب العراقي المظلوم، الشعوب المسلمة المظلومة، الأفراد مظلومين، وعازين الناس يسووش، ويا ويل اللي بفتحته ممكن. خلاص صارت فراعني أنا ربكم الأعلى، اذبحوا الرجال واستحيوا النساء، اغتصبوهم، استعبدوا الأطفال، بيعوهم بيعوهم قطع غيرات، الدنيا كلها صارت فوضى. غاب والله الغاب أحسن، الغابة لما تكون في الغابة أنت الحيوان المفترس بوكل، بس إيش لما يكون جوعان بوكل، بس مروا الحيوانات قدامه وشبعان ما بيجمع عليهم، هذولا بشبعوش. الفجر اشتروا الدنيا وما عندهم علم بالآخرة ولا بفكروا، خلاص بدهم يخلدوا في الدنيا. والمساكين والله يقولك شغلة بسيطة، أنا بستعجب إنه معقول هالحكام ما في عندهم ذرة رحمة في قلبهم يا أخي، ما بتحس يا أخي إنه بتشوف المناظر هاي بطلعوشهم على بعرفوش. إذا الناس اللي ما يعني الطبيعيين اللي ما عندهم سلطان فيش هسه محل في تلفزيونات ومحطات وكمبيوترات، ما تقول الملوك والحكام والزعماء ما عندهم مش موبايلات وما عندهم مش كمبيوترات وما عندهم مش تلفزيونات هاي LCD وديجيتال وأبصر إيش، بيجيهم الأخبار أكثر منا إحنا، بس ما عندهم شعور يعني، خصوصا شهر رمضان الفضيل يعني منتصف رمضان هسا. هذا اللي صار، هاي علاقة صورة الفيل، وإحنا يا ربنا اللهم أنت ربنا وإلهنا وخالقنا، أنت القوة جميعا لك والعزة جميعا لك والشفاعة جميعا لك، لك ترجع الأمور كلها، ضعفاء مستضعفين مش قادرين نسوي شيء. اللهم نسألك بجاه شهرك الفضيل وأسماءك الحسنى واسمك الأعظم أن تفعل بالمجرمين ما فعلته في جيش أبرهة الأشرم، ترسل عليهم طيرا أبابيل حجارة من سجين، طريقتك انت يا رب، كل شيء جندك، بالريح بالفيضانات بالزلازل تخلصنا منهم. تعرفوا احباب الله اكثر البشريه من الناس الانسانيه موجوده فيهم، بس هم فئه بسيطه بالعدد على الاصابع، الملأ الحكام واللي عندهم الملأ، انا بحكي حكام اللي في ايديهم السلطان بيقدروا يغيروا. امريكا بتقدرش توقف بشار الأسد، ما هي وقفت
صدام حسين. وصدام حسين ما سوى اللي بيسوي بشار الأسد. وين عقول الناس؟ مش قابل أن أفهم. ولسه بقول لك أمريكا وأمريكا الديمقراطية وأبصر إيش. لما صربيا دبحت تبعين البوزنيا أمريكا ضربته ودمرته. طب مش شايفين شو بصير في بورما؟ يعني بدناش نقول عنكم بالدين، خلينا نقول إنسانية. ما عندكم إنسانية تساعدوا هالمساكين في بورما؟ والله جريمة كبرى غير تتحاسبوا عليها كلياتكم. كل واحد عنده سلطة وقدرة يغير وما غير، والله اللي يصاب ما أصاب أبره وجنده وفرعون وجنده وملأ. واتذكروا قولي، وأنا جبت آيات من القرآن الكريم تثبت كلامها، ورب العالمين أقوى منهم والله أكبر منهم وأعظم منهم وصبرا جميلا. هسه نرجع سورة طارق من آية 15 لآية 17. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هم بكيدوا للدين الإسلامي وبكيدوا للمسلمين وبكيدوا للأحاديث وبكيدوا للقرآن وللحجاب ولكل شيء بربط الإنسان بالإنسانيته. هم أعداء مش بس للمسلمين، أعداء لشعوبهم. لما يخلوا الحرام يحللوا الحرام وحرموا الحلال. يعني لما تشوف بنت من بنات الغرب إذا مش مصاحبة بقول لك هاي عندها مرض نفسي لازم تصاحب. وبعدين أحباب بالله مش بس هيك، القوانين الشاذة اللي عندهم شذوذ مش بعقل. وصلت للأطفال ناس قال إيش بعاقبوهم هذول، إذا واحد نزل صور للأطفال وصارت أصلا أنتوا ظل عندكم بكرة بتصير هاي عندكم إيش، ما ظلش ذنب اللي سويتوه، ما فيش الجريمة اللي عملتوها. عشان هيك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد رب العالمين. وشوف كيد رب العالمين لما كاد ليوسف إخوانه كادوا ليوسف بالأذية والقتل والذل والهوان، ورب العالمين كاد لسيدنا يوسف إيش بالملك والسلطان والعز والكرامة. هم بكيدوا للإسلام تدميره، والله بكيد راح يورجيهم إنه الحق يعلو ولن يعلى عليه، وسيظهر الله دينه على الديان كلها ولو كره المجرمون والكافرون والمشركون. عشان هيك ببشرهم بسورة آل عمران رقم 12، قلت لكم هاي بتخص المهدي، لأن رقم 12 هو الإمام الثاني عشر، مش زي اللي بيقولوا عنه الشيعة، لا، الإمام الثاني عشر اللي حكم الأرض، بدايتهم من آدم ونهايتهم المهدي. عشان يقول قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون وين؟ إلى جهنم. والذين كفروا أول شغلة بالقول باللسان بالكلام، والذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. وهذا قول رب العالمين مش قولي ولا قول أي واحد. طب ليش يا أحباب بالله صارت القصص هاي كلها، الفتن هاي الموجودة، وشو السبب؟ بسورة الأنفال 72 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أحباب الله بلشت الفتنة. لما أقول لكم أول ظهور من ظهور، أنا قلت في أربع ظهورات للمسيح الدجال. واحد بيظهر في خراسان اللي هي أفغانستان، واحد بأصبهان اللي هي إيران، واحد في العراق، واحد في كل ما بين الشام والعراق. أنا نزلت هاي الخروج الظهور الرابع أو الخروج المسيح الدجال الرابع، اليوم بنزل الخروج الثاني. بس أساس البلاء اللي صارت البلوى الكبرى سنة 1991 لما العراق دخلت على الكويت، التمت أمريكا وأوروبا و 80 دولة وراحوا بعثوا مليون جندي و40 يوم
قلت لكم المسيح الدجال نظام المخالف لتعليم عيسى بن مريم، مش الشخص. واللي في ناس بكذبوا بقول لك كانت الاحاديث، لا والله انا الاحاديث شفتهم برؤيه مختلفه عن رؤيه الناس. بس انا بحكي لكم اياها لما صارت حكم الله وحكم الشيطان. حكم الله شو اقول لك؟ يا ايها الذين امنوا وان فئتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. هسه هل حصل حكم الله؟ لا. اللي حصل يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن اتخذوا منكم فانه منهم. فهمت علي يا احباب الله؟ راحوا لجأوا للغرب واخذوا اليهود والنصارى اولياء من دون المؤمنين. ما اجوا حكموا القران الكريم وقامت الدول العربيه تحاول تصلح بين العراق والكويت. لا. وما قاموا لو العراق رفضت الاصول ايش؟ الجيوش العربيه تهاجموا وتوقفوا عند حده. بس ما سووا حكم الله، سووا حكم الشيطان. هاي من يوميتها وكلت يوم اكل الثوب الابيض او الاسود. هون بقول لك وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. العراق طلبت من العرب والمسلمين استنصروا، ما حد يتحرك. فلسطين بدايتها الاصليه فلسطين استنصروا وما زالوا يستنصروا لا حاجه الا متنادي. سوريا استنصروا، بورما استنصروا لا حياه الا من تنادي. عشان هيك حباب الله شو بقول لك؟ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين او ونصروا اولئك بعضهم ولي بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. مش لازم يكونوا اولياء بس حتى يهاجروا وين استنصروكم في الدين. عشان احنا شو اللي علاقتنا تربطنا؟ مش العروبه بصير قبليه، هي بصير قوميه. لا احنا العلاقه بيناتنا وبيناتهم اخوه في الدين. وان استنصروكم في الدين انما المؤمنون اخوه لازم ايش؟ فعليكم النصر. احنا كذلناهم تركناهم يواجهون الموت والرعب والاغتصابات والتشريد واحنا متفرجين. عشان هيك بقول لك ونستنصركم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم نفاق والله بما تعملون بصير. بعدها بقول لك الايه 73 مباشره والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. لما خذلنا اهل فلسطين شو صار فينا؟ صار فتنه في الارض وفساد كبير. قاموا ايش؟ السادات سووا معاهم صلح وهي بدايه الفتنه. وبعدين لما صارت العراق واستنصرونا وما نصرنا همش شفتوا فتنه الشيعه والسنه. ودخلت ايران ورمت كل نيرانها